طيب انا ميس مايا، تانية ثانوي. انا دلوقتي هنكمل الفيديو التاني في السيلولار ريسبيريشن، هنتكلم على الستيب التالتة. احنا اخر حاجة وقفنا عندها الستيب التانية اللي هي كريب سايكل، ودي الحاجات اللي ظهرت لنا، البرودكت اللي طلعت لنا 6 كاربون اتوم مولكيولز، يعني جاز يعني، و2 فاد اتش 2 مولكيولز و8 ناد اتش و2 اي تي بي مولكيولز. تمام، تعال نتكلم بقى على الستيب الثالثه اللي بسميها الكترون ترانسبورت تشين. ايه دي؟ عباره عن ايه الكترون ترانسبورت تشين دي؟ اللي هيظهر فيها السيتوكرومز. تمام، مين السيتوكرومز دول؟ فاكرين لما كنا قلنا جوه الميتوكوندريا في حاجه اسمها السيتوكرومز اللي احنا سميناهم الالكترون كاريرز، صح؟ من اسمهم كده الكترون كاريرز، يعني هيعملوا ايه؟ هياخدوا الالكترونز. هياخدوا الالكترونز من مين بقى؟ فاكرين لما كنا اتكلمنا في الستيب اللي فاتت اللي هي كريب سايكل، وكمان في اللي قبلها اللي هي الجلايكوليزس، ظهر لنا الكو انزيمز اللي بسميهم الناد اتش والناد والفاد اتش 2. طب في الجلايكوليزس اللي هي الستيب الاولى طلع لي كام ناد اتش؟ طلع لي 2، صح؟ طب بالنسبه لي الستيب اللي بعدها اللي هي كريب سايكل طلع لي كام كو انزيم؟ طلع لي الكو انزيم دول اللي هما ناد اتش وال فاد اتش 2. طب في الكريب سايكل طلع لي كام ناد اتش؟ طلع لي 8 ناد اتش، ناد اتش مولكيولز، وطلع لي 2 فاد اتش 2، صح؟ طب في الالكترون ترانسبورت تشين هنلعب على الناد اتش وعلى الفاد اتش 2، يعني الاثنين دول بقى هنبدا ايه يعني نتعامل معاهم. بمعنى ايه بقى؟ عارفين الميتوكوندريا، صح؟ الميتوكوندريا ليها الممبرين من بره اللي هو الاوتر ممبرين، وفيها ممبرين من جوه، صح ولا لا؟ انا هتكلم على الممبرين اللي من جوه، الانر ممبرين. الانر ممبرين بتاع الميتوكوندريا لو جينا كبرناه، اللي هو اللي فيه كريستي ده، لو جينا كبرنا الحته دي مثلا من الانر ممبرين، خلاص هنكبرها دلوقتي، لقينا شكلها عامل كده. لو انتوا فاكرين السيل ممبرين، اي سيل ممبرين في الدنيا بيبقى عباره عن فوسفوليبيد باي لاير اللي هي شكلها عامل كده، دي ودي. تمام، مش موضوعنا دلوقتي، بس انا اللي عايزه اركز عليه الجزء اللي انا هرسمه دلوقتي ده، اللي هو دول، دي ودي ودي. دول بقى اللي لونهم بلو، دول بسميهم ايه؟ بسميهم السيتوكرومز. هم دول بقى اللي بنسميهم الالكترون كاريرز. كاريرز يعني هيعملوا ايه؟ هياخدوا الكترونز. هياخدوا الالكترونز من مين بقى؟ هياخدوا الالكترونز من الاتنين اللي انا لسه قايله لكم عليهم دول، اللي هم مين ومين؟ الناد اتش والفاد اتش 2، هياخدوا منهم الالكترونز. طب هي فين الالكترونز بتاعتهم؟ مش انا كنت قايله لكم في الستبس اللي فاتت الناد اتش والفاد اتش 2 اخدوا هيدروجين اتومز، صح؟ خدوها من البايروفيك اسيد والحاجات اللي احنا قلناها دي، صح ولا لا؟ ده خد هيدروجين اتومز وده خد كمان. طب الهيدروجين اتوم الواحده عباره عن ايه؟ شكلها عامل ازاي؟ فيها بروتون واحد في النيوكليوس، فيها بروتون واحد، وفي الانرجي ليفلز عندها الكترون واحد، صح؟ يعني واحد هنا وواحد هنا، اوكي. طب هما بقى هيبداوا الناد اتش، ناد اتش والفاد اتش 2 هيبداوا يفقدوا، يلوسوا يعني الاتش. هيفقدوا الاتش بمعنى ايه؟ هيفقدوها في شكل الكترون وهيفقدوها في شكل بروتون. تمام، الالكترون لما يفقدوه مين اللي هياخده؟ اللي هياخده او هيستلمه هو السيتوكروم اللي هم دول، دي ودي ودي. واخدين بالكم السيتوكرومز مترقمين ايه؟ سيتوكروم 1، سيتوكروم 2، سيتوكروم 3، صح ولا لا؟ طب الناد اتش هتبدا تفقد البروتون وهتبدا تفقد الالكترون، والالكترون بتاع الناد اتش هيعدي على سيتوكروم 1 و2 و3، يعني كده مره واثنين وثلاثه، يعني فقد انرجي كم مره؟ عارفين انتوا لما الالكترون خلاص في انرجي ليفلز، الالكترون يتنقل من انرجي ليفل عالي لاقل، خلاص، وبعد كده لاقل، خلاص بيبدا يفقد انرجي، يفقد انرجي. هنا بقى الناد اتش لما جه فقد الالكترونز بتاعته واداها للسيتوكرومز، ادي ده سيتوكروم ودي سيتوكروم ودي سيتوكروم، لما بيجي يفقد الانرجي عشان وهو بيديها لهم، تمام، بيطلع انرجي 3 مرات. يبقى الناد اتش طلعت انرجي كم مره؟ 3 مرات. ليه 3 مرات؟ عشان هي عدت على 3 سيتوكرومز. فكل انرجي هتخرج لنا من الناد اتش مولكيول وهو بيخرج الالكترونز بتاعته ويديها السيتوكرومز
فاكرين في الاول خالص لما نرجع معلش لورا كده، لما كنا قلنا ال ATP بيتكون ازاي؟ قلنا ال ATP بيتكون عن طريق ال ADP تكون موجودة وفوسفيت جروب ومعاها انرجي. طب انا قلتلك ان قلتلكوا ان الناد اتش ده هيفقد انرجي 3 مرات، يعني عنده هيطلع 3 انرجي، يبقى معنى كده هيطلع لي كام ATP؟ هيطلع لي 3 ATP molecules. فهمنا الفكرة؟ يبقى كده في النهاية خالص هلاقي ان الناد اتش لما جه نقل الالكترون بتاعته للسيتوكرومز، نقل الالكترون بتاعته للسيتوكرومز هيطلع لي انرجي 3 مرات، فبالتالي هيطلع لي بالانرجي دي كام ATP molecule؟ 3 ATP molecules. الفاد اتش بقى لو جينا بصينا كده في الصورة دي، الفاد اتش بادئ من سيتوكروم التاني، ادي الفاد اتش مش بادئ من اول هنا، لا ده بادئ من سيتوكروم التاني، فهيعدي على سيتوكروم، يعني هيعدي كده هيفقد مرة ومرة، مرتين بس، تمام؟ ادي من السيتوكروم التاني ومن التالت، يبقى كده هيفقد انرجي مرتين، فبالتالي هيطلع لنا 2 ATP molecules بس، تمام؟ يبقى في الالكترون ترانسبورت تشين الناد اتش والفاد اتش 2 هيبدا يحصل لهم اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ هيحصل لهم اوكسيديشن، اللي هم فقدوا الاتش او البروتونز يعني، او فقدوا الالكترونز بمعنى اصح. لكن في الستبس اللي في الاول اللي هم جلايكوليزس والكريب سايكل، الناد اتش والفاد اتش 2 خلاص كان حصل لهم ايه عشان ياخدوا الاتش؟ حصل لهم ده كده، حصل لهم ريدكشن. لكن مين في الستبس الاول 2 ستبس حصل له اوكسيديشن؟ البايروفيك اسيد او الجلوكوز، يعني الجلوكوز اللي بقى بايروفيك اسيد بعد كده، دول اللي حصل لهم اوكسيديشن. لكن الناد اتش والفاد اتش عشان خدوا هيدروجين فحصل لهم ايه؟ حصل لهم ريدكشن. لكن الناد اتش والفاد اتش دول في الخطوه الاخيره اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين هيبدا يحصل لهم ايه بقى؟ العكس، هيحصل لهم اوكسيديشن، تمام؟ ليه هيحصل لهم اوكسيديشن؟ لان هم فقدوا الالكترونز او فقدوا الهيدروجين اتومز دي، وادوها لمين؟ ادوها للسيتوكروم، تمام؟ السيتوكروم دي موجوده فين؟ السيتوكروم دي موجوده في الانر ممبرين بتاع الميتوكوندريا، في الانر ممبرين بتاعها اللي هو شكله عامل كده، تمام؟ مش الاوتر، لا الانر ممبرين بتاعها، اوكي؟ طب عمليه تكوين الاي تي بي عن طريق اي دي بي مع فوسفيت جروب مع انرجي، تمام؟ عشان تطلع لي ال ATP، البروسيس دي بسميها ايه بقى؟ البروسيس دي بسميها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. فوسفوريليشن اللي هي عملية تكوين ال ATP. اوكسيديتيف لان حصل اوكسيديشن للناد والفاد، تمام؟ ناد H والفاد H2. طب لو انا جيت سألت كده عدد ال ATP molecules اللي ظهروا دايركتلي يعني على طول من غير ما نحول ناد وفاد الى ATP، لا على طول في السيتوسول، ما دام جبت سيره السيتوسول يبقى انا في انهي رياكشن سيتوسول؟ يبقى انا في الجلايكوليزس، عشان فاكرين لما قلنا الجلايكوليزس دي بتحصل في السيتوسول. طب تعالوا نرجع للجلايكوليزس كده، الجلايكوليزس كان خرج منها كام ATP؟ الجلايكوليزس لو جينا رجعنا لها لقينا ان احنا خرجنا ATP دايركتلي كانوا 2 ATP molecules، صح ولا لا؟ طيب لو جينا بقى رجعنا تاني نحسب توتال، العدد التوتال بتاع ال ATP molecules اللي ظهرت بعد ما خلصنا ال 3 steps، بعد ما وصلنا للإلكترون ترانسبورت تشين وخلصنا كل ال steps aerobic respiration، يعني عايزين نحسب في glycolysis طلع لنا كام ATP directly؟ 2. طب indirectly بقى لما الناد دخل الميتوكوندريا وطلع لي ATP، احنا في الجلايكوليزس طلعنا كام ناد H؟ طلعنا 2 ناد اتش، والناد اتش لما بتدخل الميتوكوندريا بتطلع لنا كام ATP؟ اتفقنا الناد اتش لما بتدخل الميتوكوندريا بتطلع لنا 3 ATP molecules، فبالتالي 2 multiplied by 3 هتطلع لنا 6 ATP. يبقى total ال ATP اللي انا اقدر اقول ان هم خرجوا من الستيب الاولى اللي هي glycolysis 8 ATP، لان 2 plus 6. بس طبعا الناد اتش دي علشان تطلع لنا ATP لازم تدخل الميتوكوندريا الأول، صح؟ عشان تبقى تعمل لنا electron transport chain لأن هي بتحصل في الميتوكوندريا، ماشي؟ طيب الكريب سايكل اللي هي بتحصل في الميتوكوندريا،
دايركتلي طلعت لنا اي تي بي دايركتلي على طول، من غير ما نحول من ناد اتش لاي تي بي او من فاد اتش 2 لاي تي بي، لا على طول طلعت لنا كام لو تفتكروا؟ طلع لنا 2 اي تي بي مولكيولز، عشان احنا قلنا 2 كريبس سايكل صح. طيب يبقى كده طلع لنا دايركتلي 2 اي تي بي مولكيولز. طب ان دايركتلي بقى، ان دايركتلي يعني عن طريق الناد والفاد، وبعد كده هيتحولوا لاي تي بي مولكيولز، بعد كده هيطلعوا لي اي تي بي مولكيولز. كان طلع لنا 8 ناد اتش مولكيولز. طب 8 مالتيبلايد باي 3 لان هي بتطلع 3 مولكيولز، يبقى 24. طب والفاد اتش 2 هما كان طلع لي 2 ناد 2 فاد اتش 2، يبقى 2 مالتيبلايد باي 2 لان الفاد بيطلع لي 2 مولكيولز، يبقى 2 مالتيبلايد باي 2 يبقى 4. يبقى لو حسبنا 2 بلس 24 بلس 4 هيبقى توتال 30، واحنا كنا مطلعين في جلايكوليزيس 8 خلاص، يبقى التوتال بتوع الاي تي بي مولكيولز 38 اي تي بي مولكيولز. تمام، بس خدوا بالكم من حكايه دايركتلي وان دايركتلي دي، لان في اي تي بي بيطلع دايركتلي اللي هو من غير ما نحول ناد اتش او فاد اتش الى اي تي بي، لا بيطلعوا على طول من غير مساعده ناد اتش ولا فاد اتش. تمام، ان دايركتلي بقى، ان دايركتلي معناها عن طريق بمساعده الناد اتش والفاد اتش 2 هما بيطلعوا لي اي تي بي خلاص. وده طبعا بيحصل في الستيب الاخيره اللي هي بنسميها الالكترون ترانسبورت تشين، جوه مين؟ جوه الميتوكوندريا. تمام، طب كل ده لو احنا بنتكلم على الايروبيك ريسبيريشن اللي احنا قلنا عليها بتحصل في وجود الاكسجين. طب في حاجه تانية بتحصل في الالكترون ترانسبورت تشين، او فاكرين الالكترونز اللي احنا كنا قلنا بتتحرك من سيتوكروم 1 ل 2 من 2 ل 3، بعد كده بتدخل بتجتمع اللي هي الالكترونز اللي خرجت دي مع البروتونز اللي هي اتفصلت منها خلاص، اللي هي بتاعت الهيدروجين اتوم اللي احنا قلنا عليها دي. تمام، الالكترونز والبروتونز بيجتمعوا مع بعض في وجود اكسجين جاز خلاص، عشان تطلع لي مين؟ عشان تطلع لي ووتر مولكيولز. يبقى الووتر مولكيولز اتكونوا في انهي ستيب؟ اتكونوا في الستيب بتاعه الالكترون ترانسبورت تشين صح. طب الكربون دايكسايد جاز ال6 مولكيولز بتوعه اتكونوا في انهي ستيب؟ اتكونوا في الستيب الثانيه اللي احنا كنا سميناها مين؟ الكريب سايكل خلاص. يبقى كريب سايكل هي اللي طلعت لي الكربون دايكسايد جاز مولكيولز ال6، والالكترون ترانسبورت تشين هي اللي خرجت لي مين؟ هي اللي خرجت لي الووتر مولكيولز دول. تمام، ووتر مولكيولز خرجت من الالكترون ترانسبورت تشين. طب كل ده احنا كنا بنتكلم على مين؟ على الايروبيك ريسبيريشن، قلنا ان هي بتمر على 3 ستيبس. معلش نرجع تاني عشان نفتكر هم ايه ال 3 ستيبس بتوع الايروبيك ريسبيريشن، اللي هم جلايكوليزيس والكريب سايكل والالكترون ترانسبورت تشين. اول واحده بتحصل في السيتوسول، واخر اتنين بيحصلوا في الميتوكوندريا. تمام، طيب تعالوا بقى هنتكلم على النوع التاني من السيلولار ريسبيريشن. اتفقنا السيلولار ريسبيريشن عندنا منه نوعين، ايروبيك وانيروبيك. الانيروبيك ده في عدم وجود الاكسجين، يعني الاكسجين مش موجود، لكن الايروبيك لازم يكون فيه اكسجين، والاكسجين سوري لازم يكون فيه اكسجين، ده لازم يكون فيه اكسجين جاز، لكن ده الاكسجين جاز مش موجود. طب تعالوا نتكلم على الانيروبيك ريسبيريشن. الانيروبيك لو تفتكروا جلايكوليزس وقفنا فيها لغايه اخر حاجه اللي هي البايروفيك اسيد مولكيولز، لو كان فيه اكسجين يبقى هنكمل ايروبيك ريسبيريشن، لو ما كانش فيه اكسجين هنعمل الانيروبيك ريسبيريشن. وقلنا في الانيروبيك ريسبيريشن بيحصل ريدكشن للبايروفيك اسيد. تمام، البايروفيك اسيد ده بيحصل له ريدكشن ماشي، والبروسيس دي بنسميها فيرمنتيشن. تعال نتكلم بقى على الايروبيك ريسبيريشن شكله عامل ازاي. بيمر بالستيب الاولى العاديه خالص اللي هي جلايكوليزيس اتفقنا خلاص، وانتهى بنفس البرودكتس اللي قلنا عليها. بايروفيك اسيد مولكيول بقى هيبدا يحصل له في عدم وجود الاكسجين، مفيش اكسجين دلوقتي، هيبدا يحصل له بقى ايه؟ هيبدا يحصل له ريدكشن، ريدكشن عن طريق ان هو يعمل ايه؟ جين للهيدروجين اتومز خلاص. البروسيس دي بسميها فيرمنتيشن. طب عندنا نوعين من الفيرمنتيشن، نوع بسميه اسيدك فيرمنتيشن والنوع التاني بسميه الكوهوليك فيرمنتيشن. تعالى نتكلم على النوع الاول الاسيدك فيرمنتيشن. الاسيدك فيرمنتيشن ده ليه عندكم ليه 2 اكزامبلز، هما مين ومين؟ المسلز اللي هي العضلات والبكتيريا. امتى المسلز بيحصل فيها الاسيدك فيرمنتيشن؟ during vigorous exercise او severe، لو انا عملت مثلا لعبت في الجيم فتره طويله، عملت فورس جامده قوي،
تمام فترة طويلة، لدرجة مش احنا متفقين ان احنا علشان نعمل الريسبيريشن دي محتاجين اكسجين، الاكسجين سبلاي اللي وصل لي من البلد خلاص خلص، ما بقاش فيه اكسجين وصل للمسل. طب ايه اللي بيحصل بقى ساعتها؟ المسل بتبدأ تعمل ريدكشن للبايروفيك اسيد. تمام، احنا فاكرين البايروفيك اسيد في الاول خالص كان ايه؟ كان عبارة عن جلوكوز موليكيل. هيبدأ يحصل له ايه بقى؟ هيبدأ يحصل له اسيدك فيرمنتيشن. كلمة اسيدك فيرمنتيشن يعني هيبدأ يطلع ايه؟ هيبدأ يطلع حاجة اسمها اللاكتيك اسيد. تمام، يبقى ده الموليكيل اللي بسميها اللاكتيك اسيد موليكيول. معاها ايه؟ معاها 2 اي تي بي. يا دي قليلة قوي، عشان كده لما بنلعب كتير قوي في الجيم من غير ما ناخد فترة راحة في النص، ايه اللي بيحصل بقى؟ بيبدأ الاكسجين سبلاي للمسل يقل، خلاص الاكسجين قل للمسل، فتبدأ تعمل ايه بقى للجلوكوز موليكيولز او البايروفيك اسيد موليكيولز؟ تبدأ تعمل لها ريدكشن، تمام، تحولها لحاجة اسمها، ده اسمه اللاكتيك اسيد. طب بما ان عدد الاي تي بي موليكيولز اللي طلع قليل، يبقى هيحصل حاجه اسمها ماسل فاتيج. يعني ايه ماسل فاتيج؟ اللي هي كان تعب او ارهاق للماسلز. ماسلز بيبدا فيها يحصل فيها حاجه اسمها شد عضلي، اللي هي الماسل سبازم. تمام، طيب يبقى ده كده لو انا عملت فيجرس اكسرسايز في الماسلز. طب في اكزامبل تاني، البكتيريا. البكتيريا تقدر تعمل الاسيدك فيرمنتيشن ده، ودي ميزه لان احنا نقدر نطلع منه برودكتس زي التشيز وزي الباتر وزي اليوجرت. احنا بنساعد البكتيريا ان هي تطلع لنا البرودكتس دي، تمام، عن طريق انها تعمل فيرمنتيشن للميلك برودكتس وتطلع لنا منه تشيز او باتر او يوجرت. تمام، يبقى دي كده اللي بسميها ايه؟ الاسيدك فيرمنتيشن. طب لو الماسل دي ريحنا بعد الاكسرسايز العنيف ده وبدا يدخل ماسل اكسجين سبلاي تاني للماسل، هيبدا البايروفيك اسيد اللي عندنا ده يبدا يحصل له ايه؟ يبدا البايروفيك اسيد ده يحصل له اوكسيديشن ويطلع يكمل ايه؟ يكمل الستبس بتاعه الايروبيك ريسبيريشن بقى اللي احنا لسه قايلين عليها في الفيديو اللي فات، اللي هي الكريب سايكل والالكترون ترانسبورت تشين. تمام، ده كده بالنسبه للاسيدك فيرمنتيشن. تعالوا نتكلم على النوع التاني بسميه الالكوهوليك فيرمنتيشن. من اسمه كده يعني هيخرج ايه؟ التانية طلعت اسيد اللي هو بنسميه لاكتيك اسيد. الالكوهوليك فيرمنتيشن هيطلع لنا الكحول. مين الالكحول ده؟ اللي بسميه الايثايل الكحول. خلاص، طيب بيحصل فيها ايه؟ اولا بيحصل في مين؟ بيحصل في اليست فانجس. اليست فانجس اللي هي زي مين؟ زي الخميره. تمام، وبيحصل برضو في سام بلانتس. طيب الالكوهوليك فيرمنتيشن ده عبارة عن ايه؟ انتوا سمعتوا عن الخميرة صح؟ الخميرة اللي احنا عبارة عن نوع من انواع اليست فانجس، وبنحط فيها شوجر وبنغطيها. بنغطيها دي معناها ايه؟ بنغطي الخميرة دي يعني معناها ان هي مش وصل لها اكسجين، يعني مفيش اكسجين وصل لها. اوكي، هتبدأ تعمل الكوهوليك فيرمنتيشن ده مدام مفيش اكسجين وصل لها. يعني ايه؟ يعني الجلوكوز موليكيل دي اللي انا حطاها في الخميرة اللي موجودة جوه الخميرة دي خلاص هيبدا يحصل لها ريدكشن. اتفقنا ان احنا بيحصل فيه الانيروبيك ريسبيريشن بيحصل فيها ريدكشن. تمام، ريدكشن هتروح مطلع لنا مين؟ مطلع لنا حاجه اسمها ايثايل الكحول واتنين 2 اي تي بي موليكيولز، وكمان بتخرج معاها كربون دايكسايد جاز. تمام، بيطلع لنا كام كربون دايكسايد جاز موليكيولز؟ 2 كربون دايكسايد جاز موليكيولز. طب الاي تي بي برضو تعتبر عدد قليل قوي، يعني دي ما تعتبرش انرجي عاليه. تمام، عكس الايروبيك ريسبيريشن. الايروبيك ريسبيريشن كان بيطلع لنا 38 اي تي بي موليكيولز، صح ولا لا؟ يبقى كده لو قارنا ما بين الايروبيك والانيروبيك ريسبيريشن في عدد الاي تي بي موليكيولز اللي هتخرج، الايروبيك ريسبيريشن اللي هي الاولاني كان طلع لنا 38 ATP molecules زي ما حسبناهم كده من الكريب سايكل والجلايكوليزس، لكن الانيروبيك ريسبيريشن بتطلع لنا 2 ATP molecules بس. تمام، فده يعتبر عدد قليل، ما نقدرش نقول ان دي تقدر تدينا انرجي عاليه. عشان كده لو في الاسيدك فيرمنتيشن واحنا بنلعب مثلا بنعمل اكسرسايز جامد، ال 2 ATP molecules دول يعتبروا قليلين، فبالتالي بيحصل حاجه اسمها ماسل فاتيج. فاتيج يعني ارهاق. تمام، او كمان بيحصل حاجه اسمها ماسل سبازم. سبازم يعني شد عضلي برضو، لان مفيش اكسجين سبلاي كفايه عشان نقدر نكسر بيه الجلوكوز مولكيولز او نعمل لها اوكسيديشن ونطلع ال 38 اي تي بي، مش عارفين نكونهم. تمام، وانس الماسل دي
ريحنا شوية وخدنا اكسجين، بدأ الماسل يرجع لها اكسجين تاني، هتبدأ تكمل بقى بعد الجلايكوليسيس الستبس التانية والتالتة بتوع الايروبيك ريسبيريشن وتكمل عادي، تمام، تدخل الكريب سايكل يعني. تمام كده اللسن الاول بتاع السلولار ريسبيريشن خلص، وهنكمل بقى المرة الجاية اللسن التاني. تمام.